دمشق كما لم تبدو منذ أشهر. لافتات المرشحين لمجلس الشعب تملأ الكثير من الشوارع، وكذلك هو الهدوء المستتر وراء تغريد الطيور. أو هذا ما توثقه عدسات النظام بدقة عالية تحت رقابة أمنية بهدف تسويق فكرة أن سوريا بخير، وكذلك هي الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب. بين الأزقة والحارة توثق عدسات أخرى أجواء مختلفة، مظاهرات وتشييع، أياد تسقط صور مرشحي المجلس وترفع صور الشهداء كما تعلقها على الجدران. الانتخابات هي مزورة من الآن، هي مزورة عن إرادة السوريين، وبالتالي سيكون مزورة نتائجها، فلا يوجد لا مراقبين ولا أي يعني مراقبة شعبية أو مشاركة شعبية، فبالتالي لا يهم السلطة هذا الأمر، هي سلطة مستبدة. ينطبق الرأي والموقف الداعي لمقاطعة الانتخابات على معظم أطياف معارضة الداخل، فيما تشير تسريبات لوثائق تحمل شعار وتوقيع القيادة القطرية لحزب البعث إلى استمرار النظام باتباع أسلوبه القديم في حسم الانتخابات بعيدا عن إرادة الناخبين، وذلك عبر إنشاء قوائم حزبية تحدد من يفوز بمقاعد مجلس الشعب، إضافة إلى دعم الحزب لعدد ممن يسمون بالمستقلين. وتظهر الوثائق المسربة أيضا اكتمال نصاب المرشحين في حمص وإدلب بقوائم مغلقة، وهذا يعني عدم إجراء انتخابات في المحافظتين. طريقة للانتخاب خبرها السوريون منذ 4 عقود، فصدرت دعوات لمقاطعة الانتخابات، من بينها بيان أصدره محامو حلب وإضراب دعت إليه الهيئة العامة للثورة السورية، معتبرة أن لا شرعية لنظام غرق كرسي حكمه بدماء آلاف الشهداء. فالشهداء برأي الشعب الثائر هم من يمثل تطلعاته نحو الحرية والكرامة. مرشحين حقيقيين مجلس الشعب.